تحاول الغانيات الآن. عدو مع سليمان. سليمان تتحرك بشكل جميل. كرة غنية بكرة قصيرة بلمسة جميلة. بعيدة كرة ماري. تحاول الغنيات أن تنقلنا الخطوط لتعود الهجمة للغنيات بكرات قصيرة سلسة وسهلة، لكنهن الغنيات أفضل الآن في هذه الدقيقات. على القدر مكتوب في صحيفة الغنيات بالتأهل. هن قادرات وهنا لديهن الإمكانية. عيدة والدفاع الغاني يحاصر جابريالي. مراوغة ممتازة وعرضية ورأسية وركنية. تبقى لهن ربع ساعة فقط في المباراة من أجل التعادل. سليمان كرة أخرى قصيرة وخاطئة. إصرار كاميروني أكثر رغبة من اللعبة النيجيريات والجنوب أفريقيات. أتمنى هذه المرة النيجيريات تؤكدنا التتويج باللقب. عرضية أخرى تنتظرنا النيجيريات. كرة أخرى، فرصة متاحة. محاولة قائمة. سليمان محاصرة. سليمان تبحث عن إمكانية تمرير. تقع على الأرض سليمان. البصيغو أو قدر الإمكان. حوار هجومي غاني. سقوط على أرضية الميدان. إن وكرة لدي بروا. عليك أن تمرر يا دي بروا. احتفظت بالكرة كثيرا. دي بروا تدور بين لاعبتين وثلاثة وأربعة. تعود الكرة غانية. تقريبا مرة واحدة حاولنا السيطرة الغانيات بكرات قصيرة وكدنا أن تسجل. إمكانية توزيع هذه الكرة من سيكيرينغا ميريل. غانيا تحاول الآن، هل تتمكن من تعديل النتيجة، من تعديل الكفة؟ هل تنجحنا في ذلك؟ الغانيات، الغانيات تحاولنا الآن. ثواني، آخر الثواني في هذا نصف النهائي. نصف النهائي الأول الذي يعلن الكاميرونيات إلى النهائي في انتظار هل تصل النيجيريات إلى النهائي على حساب الجنوب أفريقيات أم لا.